تعرف إن السيدة الخنساء ضحت بأربعة من أولادها في المعركة؟ تفتكر استمدت قوتها وصبرها منين؟ السيدة الخنساء طبعا كانت من شعراء الجاهلية، وده وضربت أروع الأمثال في إن الإسلام إزاي غير فيها، طبعا قبل الجاهلية وبعد الجاهلية، لأن قبل الجاهلية لما مات أخوها صخر فضلت يعني تندب وتقول لي يعني يحدثوا إن طلوع الشمس صخر وأذكره لكل غروب شمسي، وبعد الجاهلية طبعا ضحت بأبنائها الأربعة، وكان كانت مثل كبير جدا في إزاي إن الإسلام أثر فيها وأثر في شخصيتها. الظروف والتربية والمعيشة هي دي اللي خلتها إن هي تصبر وإن هي تضحي بأولادها الأربعة. أكيد استمدت قوتها من إيمانها بالله. ربنا امتحنها يعني وهي كانت قد الامتحان. قوة إيمانها ودينها وكده. ده مش أي أم تقدر تصبر على إن أربعة من أبنائها يموتوا في مرة واحدة وتقول لو كان عندي تاني يعني هقدمه للإسلام والمسلمين. تفتكر في أم ممكن تضحي بأبنائها في معركة وهي عارفة إن هم ممكن ما يرجعوش تاني؟ الأيام دي؟ في الزمان ده صعب ان انت تلاقي حد يضحي بابنه، المعروف ان الابن الضنا يعني زي ما بيقول. واعتقد ان في ناس في حرب اكتوبر ضحوا باولادهم كلهم، ما بقاش اي ولد، مقابل ان هم هيبقوا شهداء في سبيل الله. في الوقت الحالي صعب، المجتمع اتغير والاساليب اتغيرت. ومربيهم على القيم والاخلاق هتبعتهم طبعا. ده على حسب الايمان وعلى حسب ان هي ايمانها بالقضيه نفسها. صفات الام دي ايه اللي تضحي بابنها؟ أكيد طبعا أم متدينة، حافظة كتاب الله، عارفة السنة كويس. لازم تكون متربية كويس وتربت على إن في لازم يكون في جزء من التضحية. أول صفة إيمانها الشديد بالله. صبورة، حكيمة، تربت على الإيمان، تربت على العقيدة الصحيحة، تربت على إن تضحي بأولادها. تفتكر لو كل واحد فينا اختار ألفاظه بعناية وكل زوج وزوجة اختاروا ألفاظهم بطريقة أفضل، شكل الحياة وشكل التعامل وشكل الزواج هيتغير؟ أكيد طبعا لو كل واحد ركز في الكلام اللي بيقوله هنتغير تغير جامد طبعا. يعني لو كل واحد هيحاسب على لفظه ويفكر فيه الأول قبل ما يطلعه منه، يفكر فيه كويس، طبعا كان الأسلوب هيتغير، الدنيا هتتغير، التعامل هيتغير، هيبقى فيه احترام، هيبقى فيه خلق. هو الدين المعاملة، والمعاملة من اللسان، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. أهم حاجة المعاملة الحسنة، وإلا ما مش هيبقى فيه خلاف زي ما موجود دلوقتي عندنا عدد الطلاق أكتر بكتير جدا من الجواز. يعني الناس دلوقتي الجواز، شوف أنت كام واحد، كام عريس، وشوف كام واحدة مطلقة.